مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب وموضوع حلقة النهاردة هو عن تعليم الرب يسوع وبالأخص الجزء اللي اتكلم فيه الرب يسوع عن المحبة وعن أيضا أن نحب أعدائنا ولا ننتقم لأنفسنا وبالأخص أيضا الآية اللي قال بتقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا الموعظة على الجبل زي ما احنا اتكلمنا المرات اللي فاتت تعتبر من اروع واجمل واسمى ما سمعته البشريه. فها هو يسوع المسيح له كل المجد ينطق بكلمات النعمه والحق ان الموعظه على الجبل تعتبر دستور ابناء الملكوت انها تتحدث عن صفات المؤمنين الحقيقيين بالمسيح يسوع وتتحدث ايضا عن دورهم في العالم عندما قال رب يسوع أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم إنه يتعارض كل تعاليم المعز على الجبل تتعارض مع كل قيم ومبادئ العالم وذلك ببساطة لأن قائلها ومصدرها سماوي فالشخص يسوع سماوي وتعاليمه سماوية العالم يقول اكره العالم يقول اغضب العالم يقول اقتل العالم يقول اذبح العالم يقول اشتهي ما تريد العالم يقول احلف كل ما شئت العالم يقول لا تحب إلا نفسك وأبغض من يبغضك وحب من يحبك أما يسوع المسيح فقال لا تغضب على أخيك ولا تسيء لأحد لا تشتهي ما لقريبك ولا ترد الإساءة بإساءة بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً كما قال أحب أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بنذكر حضراتكم بأنه برنامجنا برنامج مباشر ويمكنكم الاتصال بينا ويمكنكم أيضا أنه تعملوا مداخلات معنا خطوط التلفونات موجودة على الشاشة تعاليم الرب يسوع أتكلمنا المرة اللي فاتت عجالة أذكر حضراتكم عن أنه الرب يسوع كان بيواجه المرائين التعاليم أو الديانة المخشوشة واتكلم عن أن الديانة المخشوشة دايما أو التدين المخشوش يهتم بالظاهر على حساب الجوهر يهتم بالطقس على حساب السلوك يهتم بمجد الإنسان وليس بمجد الله وبعدين اتكلمنا عن الرب يسوع ازاي آآ آآ واجه المعلمين اليهود المرائين الذين كانوا يعلموا الناس وصايا الناس وتقاليد الناس وليس وصايا الله وتكلم عن اشياء كثيره جدا في الموعظه على الجبل المره اللي فاتت ايضا عن لا تقتل سمعتم انه قيل لا تقتل وكلمنا عن الجزء دوا باستفاضة الحلقة السابقة المرة دي هنتكلم عن بقية سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول وقلنا أن هناك ست مقولات للرب يسوع كل واحدة منهم بتبدأ بهذه العبارة وبنسميها التعليم المضادة للرب يسوع حتى بيسموها بالإنجليش أنتي يعني التعليم المضادة لتعاليم اليهود كلم المرة دي عن الزنا ومن الموضوعات اللي اتكلم عنها الرب يسوع ده يعتبر تاني موضوع سمعتم انه قيل اول موضوع كان موضوع القتل اما هنا التاني موضوع بيتكلم عنه اللي هو موضوع الزنا سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني دي الوصية اللي قالها الرب ودي الوصية رقم سبعة في الوصايا العشر واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه يبقى الايه ال دي بتتكلم عن الوصيه اللي اتقالت لشعب الرب في القديم من ضمن الوصايا العشره لا تزني وهي زي ما قلت انها الوصيه رقم سبعه من ضمن الوصايا العشر الزنا بيتكلم عنه الكتاب هو عدم الامانه هو هو العلاقه الغير الشرعيه ما بين الرجل والمراه سواء كان آآ آآ خارج اطار الزواج او حتى للـ 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 للغير متزوجين هي العلاقه الغير شرعيه. اساس الزنا في الكتاب المقدس ليس الفعل نفسه لكن اساس الزنا هو الشهوه شهوه العيون التخيل الغير طاهر عشان كده لما نجد الرب بيتكلم في رساله يعقوب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انه الزنا بيبدا او الخطيه بتبدا من القلب، مصدر الخطيه او الخطيه في حد ذاتها ليست الفعل لكنها الخطيه بتبدا من القلب، يقول ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، يبقى هنا ال القوه الداخليه اللي بتجعل الانسان يخطئ هي الشهوه. والشهوه اذا حبلت تلد خطيه. والخطيه اذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا اخوتي الاحباء. يبقى عندنا هنا التجربه بتبدا بانه انجذب وانخدع. خطيه دايما فيها نوع من الخداع. الخطيه دايما يعني يحاول عدو الخير انه يقنع الانسان بانه سعادته كلها وحياته كلها متوقفه على على الفعل اللي هيعمله لكنها بعد ما بيعمله بيكتشف انه انخدع الخدع وانجذب وانجذب وانخدع من شهوته ربنا اوجد فينا كبشر شهوات شهوه الاكل شهوه الشهوه الجنسيه هذه الشهوات ليست خطيه لكنه الطريقه اللي بتسدد بيها هذه الشهوات هي اللي, اللي بتجعلها سواء شيء مقدس أو, أو شيء غير مقدس خطية الشهوة إذا امتلكت الإنسان إذا امتلكت حياة الإنسان بتلد يعني بتبقى بتلد منه خطية والخطية دي بتقود للموت كل خطية بيكلمنا عنها الكتاب بتقود للموت كل خطية أوقات كثيرة للأسف ما بنشوفش النتائج الخطية، أو كثيرة بنشوف الاستمتاع بالخطية بنشوف بس تحت أرجلنا لكن لكل خطية نتيجة ولكل خطية موت، الاب الذي يسيء معاملته لاولاده، هو يميت العلاقه بينه وبين اولاده، الزوجه التي تسيء معامله زوجها، هي تميت المحبه والاحترام الموجود في الاسره او الزوج كذلك الذي يسيء معامله زوجته. كل خطيه الغش، الكذب، الخداع كل هذه الخطايا هي ليها نتائج ونتائجها دايما بينتج عنها موت، فالقلب مخادع جدا وهكذا الخطيه. كمان نتائج الخطيه مدمره. النتائج بتاعت الخطيه نفسها مدمره عشان كده لما يكلمني عن الزنا ويكلمني هقرا لحضراتكم جزء ايضا في كرونثوس الاولى وفي اصحاح سته يتكلم الرسول بولس في هذا الجزء يقول ايه؟ ولكن ليس ولكن ليس الجسد ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن ايضا بقوته. الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانيه؟ حاشا أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد لأنه يقول يكون الإثنان جسد واحد وأما من التصق بالرب فهو روح واحد عشان كده يوصينا أيضا يقول لنا إيه اهربوا من الزنا كل خطية يفعلها الإنسان هي خارج عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده يخطئ إلى جسده عشان كده الكتاب بيقول لنا اهربوا اهربوا انه اما الشهوات الشبابيه فهرب منها وحاجتين في رساله كورنثوس يقول لنا اهربوا منهم الحاجه الاولانيه في اصحاح سته يقول لنا اهربوا من الزنا الحاجة الثانية اللي نهرب منها في أصحاح 10 يقول اهربوا من عبادة الأوثان اهربوا من الزنا واهربوا من عبادة الأوثان طيب ام كمل الجزء ده وبعدين ممكن ناخد بعض المداخلات لما يقول هنا في الجزء فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقيها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقيها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم طبعا احنا مش بنفهم النص ده يعني ومش يعني مش مطالب مننا ان احنا نعمله حرفيا يعني يعني مش مطالب ان انا اقلع عيني ومش مطالب ان انا اقطع ايديا لكن رب يسوع في الجزء ده عايز يعلمنا حاجه مهمه قوي عايز علمنا يقول لنا انه تعامل مع الخطيه ومع مصادرها بكل الجد وبكل الحزم ليه لانه شوفوا هنا اللي قاله الرب يسوع عينك اليمنى مقابل جسدك كله، تختار ايه؟ يعني تختار ان انت تعيش تحقق رغباتك وشهواتك الجسديه وفي الاخر يلقى جسدك كله في جهنم؟ ده اللي انت عايزه؟ يعني عايز تستمتع بشيء وقتي مقابل انك تضيع الابديه كلها؟ وبعدين قال كمان يدك اليمنى كويس؟ مقابل جسدك كله في جهنم، فانا بختار أنا بختار أني أتعامل مع الخطية بحزم وبحسم أنه لا أشتهي مال غيري وفي نفس الوقت الشهوات الشبابية أهرب منها كلام السيد المسيح له كل المجد بيأكد لي أن الخطية خاطئة جدا تركت كثيرون جرحى وكل قتلاها أقوياء لابد أن نهتم بطهارة القلب وطهاره القلب بتبدا من طهاره العين، لانه ان كان العين شريره فجسدك كله يكون شريرا. وان كانت عينك نيره فجسدك كله يكون نيرا. الزنا ليس خطيه الفعل. الزنا بيبدا من القلب هو خطيه في قلب الانسان. انه يشتهي ويترك الشهوه ان تمتلك حياته فيزني في قلبه طب ناخد مداخلة أبو مهند من الأردن تفضل تفضل مساء الخير مساء النور تحية تحية محبة للأخ الفاضل أهلا وسهلا بك سؤالي يدور حول كلمة من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر إذا أردت أن تضرب أي إنسان على خده الأيمن فكيف تضربه لا تستطيع بيدك اليمنى أن تضرب تضرب الإنسان على خده الأيمن إذا إذا أردت أن تضربه فلا بد أن تضربه بخارج يدك بخارج يدك وهذه تعني ضرب مع اهانه. أيوة. ضرب مع اهانه على ما اعتقد. هل أه ك... تستطيع ان تفسرها؟ ضرب مع اهانه لا ضروره لاعاده ضرب على الخط الاخر. الخبض الاخر اذا يضربك مع اهانه لانه ضرب ال... الشخص بخارج اليد اليمنى أيوة بالخارج الكف تعتبر إهانة ده صح بارك مع إهانة ده صح وشكرا لك أيها الأخ الفاضل الرب يباركك وهنتكلم عن الجزء ده بالتأكيد احنا جايين له لكن اللي حضرتك قلته فعلا حقيقة إنه آه يعني آه هو في هنا نوع من الاساءه اللي بتحصل والاساءه الشديده جدا وازاي نتعامل مع هذه الاساءه ده آه موضوع مهم آه نقدر نتعلمه كلنا من كلمه الرب اشكرك آه ابو مهند على آه مداخلتك. آه طيب آه هنتكلم آه عن الموضوع آه الثاني اللي اتكلم عنه الرب يسوع وهو ايه؟ كلم الرب يسوع عن القتل وقلنا شفنا ازاي الرب يسوع بيقول لنا انه انه من غضب على اخيه يعني رب يسوع بيساوي الغضب كفعل القتل او انه انسان يقول لاخيه رقى يعني يا احمق بيساوي ايضا انه لازم يتحاكم فرب بيتعامل مع القلب اللي جواه قلنا انه مشكله الانسان وحل المشكله هو في القلب يعني المشكله والحل هما في قلب الانسان والحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عنها هي موضوع الزنا نتكلم عن الموضوع الثالث اللي قاله الرب يسوع يبقى اول مره اتكلم عن سمعتم انه قيل وهنا ايضا الرب يسوع في الموعظه على الجبل بيتكلم عن الموضوع الثالث انه موضوع الطلاق قيل وقيل أه يعني أه وقيل تكلم أه عنها الرب يسوع أه وقيل من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقه فانه يزني، انا انا عارف ان موضوع الطلاق موضوع شائك ويعني يعني لو الواحد بيدخل فيه بيدخل فعلا في منطقه مليانه اشواك والعلاقات الانسانيه ما اعقدها وما يعني اصعبها بالاخص العلاقه ما بين الزوج والزوجه موضوع فيه كلام كتير وفي قوانين كثيره واوقات فيه حتى اختلاف طوائف وباختلاف اسباب للطلاق انا مش هتكلم عن الموضوع ده لانه يعني هيدخلني في 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 منطقه مليانه الغام لانه دي حاجات ليها علاقه بالكنايس اعتقد المحليه والرعاه ان كل الحالات دي يتعاملوا معاها لكن انا بتكلم على النص الكتابي اللي الرب يسوع اتكلم عنه هنا واحاول اوضح على الاقل ايه اللي قاله الرب يسوع له كل المجد الرب يسوع بيقول قيل وقيل قيل من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق. واما انا وده الكلام المضاد بقى اللي بيقوله الرب يسوع. يعني قيل واما انا بقى الكلام المضاد اللي بقوله لكم من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني. طيب عشان نقرا نعرف قيل دي قيل فين؟ اين قيل من طلق امراته فليعطيها كتاب طلاق؟ خلينا نروح إلى سفر التثنية وأصحاح 24 وفي عدد واحد إلى أربعة وده هنا بنجد كلام موسى بخصوص الزواج أو بخصوص الطلاق يقول إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب ما وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها، وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير، وكتب لها كتاب طلاق، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجس ده اللي بيتكلم عنه الرب يسوع إن بيقول قيلة لما يقول قيلة من طلق امرأتي فليعطيها كتاب طلاق هو بيتكلم عن التسنية وأصحاح 24 والإذن الذي أعطاه موسى للشعب هنا لازم نأخذ النص ده في قارنته التاريخية وأيضا الثقافية اللي كانت موجودة بيه موسى هنا سمح بالطلاق لكنه لم يعطي وصيه مرتبطه بالطلاق يعني ليست هناك وصيه كتابيه تقول انه طلق امراتك فهو ليس اذن عام وليس ايضا تصريح عام بالطلاق دي نقطه مهمه موسى لم يعطي تصريح عام بالطلاق ولم يعطي اذن عام بالطلاق موسى فقد شرع ما يحافظ على حقوق المراه من زوجها الذي طلقها، يعني هو كل همه انه يحافظ على المراه او المراه من المجتمع ويحميها من المجتمع. هنا موسى لم يسهل موضوع الطلاق لكنه صعب موضوع الطلاق، حط بعض الاشياء اللي تصعب هذا الموضوع وتجعل منه ايضا انه الرجل يفكر قبل أن يتخذ هذا القرار مرات ومرات في الموضوع. أول حاجة صعبها موسى قال إنه إنه الطلاق لابد أن يكون له سبب، كويس؟ ويمكن اللي حطه هنا فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب، طبعًا حتى بعض المفسرين بيقول لنا كلمة عيب ممكن تشير إلى نوع من التصرفات الغير أخلاقية يعني ده, ده, ده موضوع بيتكلم فيه المفسرين كتير لكنه بيقول لنا إنه وجد فيها عيب الرب يسوع بقى اتكلم عن العيب ده إنه العيب الوحيد هو الخيانة الزوجية هو أنها تزني ده السبب الوحيد اللي يجعل الرجل إنه يطلق امرأته لكن كمان موسى قال انه اذا طلق الرجل امرأة يعطيها كتاب طلاق، ليه؟ لانه كتاب الطلاق دون اول حاجه بيحميها من دينونة المجتمع لانه المرأة التي تزنياً ينبغي ان ترجم، فهو لما يطلق امرأة لاي لسبب ما كويس يعطيها كتاب طلاق انه هو طلقها لكنه ليس لعله الزنا، فبالتالي يحميها من المجتمع والحاجه الثانيه يعطيها فرصه اخرى لكي ما تتزوج مره ثانيه. اذا صارت بقى لرجل اخر ومات او طلقها ما ينفعش ترجع الى زوجها الاول لانها ارتبطت بزوج اخر غيره. ده الكلام ده نقدر نفهمه فين؟ نقدر نفهمه من كلام الرب يسوع في متى 19. متى 19 يقول ايه؟ وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين: هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟ كان في مدرستين في الفكر اليهودي معروفين جدا مدرسه هليل او ومدرسه شمعي ودول كانوا من المعلمين الكبار لليهود. المدرسه الاولانيه بتعلم اي سبب ممكن يكون آه ما طبختش كويس ممكن يكون آه آه ما بتهتمش بالبيت ممكن يكون انه آه لم تجد استحسان في عين زوجها يعني حطوا اي سبب دي, دي المدرسة الليبرالز يعني المتحررة اي سبب ما يعجبش الرجل لكن المدرسة الثانية مدرسة الشمعي قالت لنا لا أي سبب هو مرتبط بالزنا فقط، فالرجل لا يحل له أن يطلق امرأته إلا لعله الزنا، فحدت التفسير إنه لسبب ما إنه ربطتها بالزنا، الرب يسوع قال إيه؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم الذي خلق من البد خلقهما ذكرا وأنثى. وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بإمراته ويكون الإثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد إثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان خلوا بالكم من إجابة الرب يسوع لأن الجزء ده مهم جدا الجزء ده مهم جدا ليه؟ لأن الرب يسوع لما حب أنه يصلح موضوع الزواج والطلاق رجع الى التصميم الالهي الاول اللي خلق الرب عليه الرجل والمراه وهو من البدء خلقهما زجرا وانثى، فرجع لسفر التكوين اصحاح 2 وقال انه الرب من البدء خلقهما وعشان كده ما جمعه الله لا يفرقه انسان انه لو عايزين نعرف موضوع العلاقه الاسريه وعلاقه الرجل بالمراه لابد ان نرجع الى التصميم الالهي الاول الذي صنع عليه الرب الاسره فالاسره هي من تصميم ومن صنع الرب معنا مداخله عمر الاخ عمر من المغرب اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك أه بس انا جيت لأناقش معك في هذا الموضوع مهم يعني اللي طرحت حضرتك اتفضل في مسألة الزواج والطلاق أيوه. أولا أنا في البداية أنا من عائلة مسلمة ونحن ما عندنا في المجتمع <applause> ليس كلهم يتزوجون فمثلاً نحن في القرآن الكريم عندنا سورة طلاق أيوه. وعندنا في آية في الآية في القرآن تقول وخلقناكم ذكرا وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم بس انت ذكرت في في انجيل متى قبل قليل بان المراه والرجل هما جسد واحد لكن المشكله في نحن في في عصرنا الحالي في بلدي مثلا ليس عندنا يعني حد للزواج يعني نحن مثلا انسان عندما يتزوج مثلا بحاجه الى عقد النكاح ويدفع الفلوس لعائله الزوجه واذا حدث الطلاق بعدين اذا كان هناك طلاق يجب ان يذهب الى المحكمه للطلاق استقطابي فهذا هو الامور اللي عندنا مم. بس الاسلام تقول بان ابغض عند الله هو الطلاق فانا اريد يعني انتم عندكم في المسيحيه اي شيء افضل يعني الزواج ام الطلاق يعني شنو شيء اهم عندكم؟ إيه. أشكرك على سؤالك طبعا آه يعني واضح من من تعاليم المسيحية ومن تعاليم الرب يسوع أنه آه الطلاق مش بس أنه مكروه عند الرب لكنه أيضا أنه من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يعني يعني ما فيش سبب يجعل الرجل يطلق امرأته إلا لعلة الزنا وبالتالي المسيحية حدد من موضوع الطلاق نهائي وحتى يعني حتى الموضوع ده اتكلم عنه الرب لما اتكلم عنه يسوع المسيح ما اتكلمش وقال انا هشرع لكم شريعه للطلاق وللزواج لكنه رجع الى الخليقه رجع الى لما ربنا خلق الانسان لما ربنا خلق ادم خلق لادم حواء فهو خلق رجل واحد وخلق للرجل الواحد امراه واحده وبالتالي حتى في الفكر المسيحي انه الرجل لابد ان يكون له امراه واحده وليس اربعه كما هو في الاسلام، لكنه ربنا عارف احتياج الانسان فخلق لادم امراه واحده، وهنا الكتاب بيقول لي انه الرب يسوع بيتكلم بيقول في هذا الجزء انه من اجل هذا الرجل بيترك اباه وامه ويلتصق بامراتي يعني الزواج هو هو وحده بيصير الاثنين جسد واحد والجسد الواحد ده صعب انه ينفصل يعني الا الخيانه هي اللي تفصله لكنه لا ينفصل وما جمعه الله لا يفرقه انسان ده بالنسبه للي بيعلمه الرب يسوع عن الزواج وحتى في سفر ملاخي لما نقرأ عن معاملات الشعب القديم وازاي انهم كانوا بيسيئوا حتى لزوجاتهم وكانوا بيكسروا العهود الى اخره فيكلم انه يكلم الرب انه الطلاق ده شيء الرب بيكرهه يعني مكرها عند الرب يقول لنا كده في اصحاح 2 من من سفر ملاخي ويقول لنا من عدد 14 فقلتم لماذا من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراه شبابك التي انت غدرت بها يعني انتوا الاثنين متجوزين ولكن انت كزوج غدرت بزوج زوجتك وهي قريبتك وامراه عهدك وبعدين يقول في عدد 16 لأنه يكره الطلاق قال الرب إلى إسرائيل إن الرب إلهنا بيكره الطلاق الله لم يأمر في الكتاب المقدس كله شخص واحد أن يطلق امرأته ولا شخص مهما كانت امراته يعني حتى في سفر الامثال بيتكلم عن المراه الغضوبه او المراه النكديه او المراه يعني اه يقول انه السكنه في زاويه السطح خير من امراه السكنه مع امراه مخاصمه لكن ما قالش طلق المراه المخاصمه لكنه يقول ما فيش نص واحد في الكتاب المقدس انه في اه امر الهي لإنسان ما مهما كان انه يطلق امراته الله لم يأمر شخص ما أن يطلق امرأته الله لم يعطي وصية بالطلاق الله أعطى وصية لحفظ حقوق المرأة في القديم من المجتمع الغادر من المجتمع الذكوري الذي كان يعني يأكل حقوق الزوجة السبب الوحيد اللي قاله الرب يسوع للطلاق هو الخيانة الزوجية لأنه فيها كسر للعهد بين الزوجين طيب نكمل مع بعض الموضوع ده انا عارف انه موضوع مهم لكن على الاقل شفنا جزء من التعاليم الكتابيه وبالاخص تعليم الرب يسوع اللي جه بيها يعني وعكس كل المجتمع يعني الرب يسوع في تعليمه كان بيصنع ثوره في المجتمع ليه؟ لانه الرب يسوع بيتكلم عن القلب جوه. صدقوني احبائي انه مهما حاولنا ان احنا نضع قوانين ونضع دساتير والانسان زي ما هو في قلبه من الداخل زي ما هو ما تغيرش لا هتفيد دساتير ولا هتفيد قوانين الشيء الوحيد اللي يضمن ان الانسان يعيش بحسب فكر الرب هو ان يكون له قلب جديد ومغسول بدم المسيح الشيء الرابع اللي اتكلم عنه الرب يسوع هو لا تحلف طبعا احنا بنعيش في مجتمع الحلفان فيه ده يعني ليل نهار في الشارع في المدارس في الاشغال اسهل حاجه عند الناس انها تحلف اسهل حاجه يعني حتى الحرامي بيجي له الفرج لما يقولوا له احلف يعني زي ما احنا بنقول في المثل يعني وانس ان هو حلف يبقى جاله جاله الفرج قالوا للكذاب احلف فقال لك جالك جاله الفرج فالكذب جزء من للاسف الكذب الحلف جزء من مجتمع مجتمعاتنا الاسلاميه. صار الاستخدام اسم الله حتى بدون سبب ولا اي سبب والحلفان لاي شيء هو العاده اللي بنمارسها في مجتمعاتنا، لكن الرب يسوع قال لنا ايه؟ قال لنا سمعتم انه قيل للقدماء كويس؟ لا تحنس أو لا تحلف بل أوفي للرب أقسامك لو أنت عاهدت الرب إن أنت تعمل شيء أو عندك نذر نذرت به للرب أوفي للرب هذا النذر وأما أنا فأقول لكم كويس؟ يعني الوصية القديمة بتقول لا تحلف دي الوصية القديمة الرب بقى يعني صعب الموضوع وصل إلى الى القلب بتاع هذا الموضوع، فقال ايه؟ لا تحلفوا البته لا بالسماء لانها كرسي الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا باورشليم لانها مدينه الملك العظيم، ولا تحلف براسك لانك لا تقدر ان تجعل شعره واحده بيضاء او سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. كويس؟ الرب هنا بيكلمنا عن اشياء مهمة جدا في هذه الوصية. لا تحلفوا، طبعا في العهد القديم بنقرا في سفر الخروج وأصحاح 20 وفي لويين 19 وفي أيضا تثنية أصحاح 5 بنجد انه الوصية اللي بتقول لنا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، يعني ما تستخدمش اسم الله على شغال يعني في كل المناسبات يعني ولا تحلفوا باسمي للكذب، ده الرب بيقول لنا هذه الوصيه في تسنية ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم الهك انا الرب. شوف قد الوصيه حازمه انه لا تحلف لا تنطق لا تدنس اسم الرب الهك. مش كده الرب يسوع لما اتكلم عن هذه الوصيه قال انت مين علشان تحلف انت لا تقدر تحلف بالسماء ولا تقدر تحلف بالارض ولا تقدر تحلف ايضا باورشليم لانها مدينه الملك ولا تقدر تحلف بشعر راسك طبعا انا 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 ما عنديش الجزء ده لكنه يعني الرب عايز يقول انه ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا ليكن كلامكم هو كلام الصدق في كل الامور. كن صادق. كن بالكلمه بتاعتك انسان صادق غير مخادع. وده اللي قاله الرب يسوع للكتبه والفرسين ويعني قد ايه كلام الرب يسوع ده مهم جدا. في متى 24 متى 24 أه سوري متى 23 يقول الرب يسوع هذه الكلمات للكتبه والفريسين: "ويلٌ لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم به. ده اللي يعني النص ممكن نلاقيه على على الشاشة يقول إنه من حلف الناس المعلمين بقى معلمين اليهود كانوا بيقولوا إيه؟ الوصية الكتابية بيقولوا لا تحلف، الوصية الكتابية بتقول لا يعني تنطق باسم الرب الهك باطلا. هم قالوا بقى ايه؟ انه اتس اوكي okay اللي يحلف بالهيكل ده ما يعتبرش حلفان ولكن اللي يحلف بالذهب بتاع الهيكل الذهب فايه ده يلتزم وبعدين الرب يسوع قال لهم ايها الجهال والعميان ايهما اعظم الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب؟ قالوا ايضا إنه من حلف بالمسبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه التزم به وبعدين الرب كلم عن طبعا ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه رب الناس حولت الوصايا انه لا تحلف الى انه جعل التشريعات يعني لو انت هتحلف بالهيكل ممكن يعني دي مش مشكلة بس أنت لو حلفت بالذهب بتاع الهيكل مع إنه الهيكل هو اللي بيقدس الذهب لو أنت حلفت بالمسبح مش مشكلة بس أنت لو حلفت بالذبيحة اللي على المسبح فده لازم تلتزم بيه وحولوا وصية الله إلى تشريع بشري الرب يسوع قال لهم ما ينفعش لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا بالأرض ولا بشعر راسك ولا بمدينه اورشليم ولا باي شيء وليكن كلامكم نعم نعم لا لا طبعا في في رساله يعقوب ايضا بيقول لنا ولكن قبل كل شيء يا اخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا لالا تقعوا تحت دينونه وهنا بيجي سؤال سؤال مهم البعض بيسال بيسالنا طيب الرب يسوع هنا بيتكلم عن ممارسات عامه ولا بيتكلم عن وصيه مطلقه يعني يعني هل النهارده لو انا رحت المحكمه وفي المحكمه انا كشاهد وقدام القاضي ومطلوب مني انه احلف انه اقول الصدق فهل هل ده معناه كسر لوصايا الكتاب؟ هل انا لو آه هاخد الجنسيه بتاعه بلد ما ومطلوب ان انا اخد القسم بتاع هذا البلد هل انا ده في الحاله دي انا آه بكسر الوصيه طبعا طبعا لا ده آه مش مش المقصود هنا ربنا هنا بيتكلم عن الممارسات اليوميه العاديه في حياه الانسان انه انسان حلاف باستمرار انسان بيستخدم اسم الله باطلا باستمرار لكنه آه في الكتاب المقدس بنجد انه عندنا الرب نفسه اقسم بذاته لم يكن هناك اعظم من رب ان يقسم بذاته فقسم بذاته أه لكن الرب مش بيتكلم عن انه في المواقف دي ما تعملش كده لكن الرب بيتكلم عن الممارسات اليوميه العاديه لكنه لو في مره في محكمه مطلوب اني اشهد انا لازم اخذ القسم لو في مره هاخد جنسيه بلد ولازم اشهد قدام القاضي انا ايضا لازم اخد القسم فليس هذا هو كسر الوصيه لكنه الرب بيتكلم عن الحياه اليوميه اللي بنعيشها في استهانه باسم الله واستهانه ايضا بان احنا نقول الصدق ولكن ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير طيب الجزء اللي بعد كده بيتكلم عنه الرب اللي هو الانتقام زي ما قلت انه من اصعب الامور انه تتعامل معاها هي العلاقات الانسانيه بين الانسان واخيه الانسان هنا الرب يسوع بيقول ايه بيقول سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن و واما انا فاقول لكم لا تقاوموا ايه؟ لا تقاوموا الشر. يبقى في عين بعين وسن بسن لكن الرب يسوع قال ايه؟ لا تقاوموا لا تقاوموا الشر. ولو رحنا الى سفر الخروج طبعا الوصيه دي موجوده في سفر الخروج وفي اصحاح 21 وفي عدد 24 يقول لنا وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح يعني المقصود ده 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 التشريع الموجود في الناموس المساوي في العهد القديم هنا كم ملاحظه مهمين قوي لما بنتكلم عن التشريع ده اول حاجه هذا الناموس بيجعل العقاب مساوي للضرر يعني قديما لما كانت شخص من 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 اسره يعتدي على شخص من اسره اخرى لو الاسره الاخرى دي قويه كانت ممكن تروح تبيد الاسره كلها او العشيره كلها الاولانيه كويس وده كان في التاريخ القديم كله العشائر والعلاقات القبائل مع بعض يعني يعني الاساءه او العقاب لم يكن مساوي للاساءه فكان هناك ظلم بيقع على المساكين والابرار آآ آآ والابرياء فلما الرب حط هذا التشريع في العهد القديم قال انه على قد الضرر يكون ايضا ايه العقاب على قد الضرر يكون العقاب انه يحد من الانتقام يعني رب الوصيه في العهد القديم كانت بتحد من الانتقام ان الانسان لا ينتقم لانه احبائي فعلا الانسان لو ترك لنفسه الانتقام هيكون انتقامه بحسب القوة اللي يمتلكها واوقات بيبقى ظالم باوقات بيسيء الى ابرياء أو اوقات بيبقى بيقتل ناس لم يكن لهم ذنب فالرب هنا في القديم حد موضوع الانتقام. كويس؟ ان تنتقم عائلة من عائلة او عشيرة من عشيرة بسبب اساءة شخص واحد. هذا القانون بقى في العهد القديم ودي النقطة المهمة جدا. هذا القانون ليس قانون افراد يعني يعني مش اللي عورني اروح اعوره ومش اللي في أعلى عين اروح في أعلى عين ولا اللي كسر لي رجل اروح اكسر له رجل ده ده يبقى مجتمع آه يبقى غابه يعني لو كل واحد ترك له ان يفعل آه آه وياخذ حقه بيده اصبحت اصبح المجتمع غابه آه صعب ان الانسان يعيش فيها لكنه القانون ده في العهد القديم عين بعين وسنا بسن ورجلا برجل وكيا بكي ويدا بيد ده موضوع تحقيقه وتنفيذه للسلطه القضائيه وليس الاشخاص ودي نقطه مهمه قوي ليه؟ لان السلطه القضائيه هي التي تحكم يعني انا لو 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 رحت ودمرت جزء من بيت فلان جاري السلطه القضائيه تحكم باني انا ارد لهذا الانسان ما قد افسدت له يعني تكون العقاب بتاعي هو مساوي للفعله للخطيه بتاعتي عشان كده تسنية 19 يقول لنا ايه تسنية 19 بيقول لنا انه فان فحص القضاء ان فحص القضاء جيدا يعني الامر يفحصوا القضاء جيدا ففعلوا به كما نوى ان يفعل باخيه نفس بنفس عين بعين سنا بسن يدا بيد وهكذا يكون الامر. يعني يعني القاضي او القضاه اللي قدامهم القضيه هم اللي بيحكموا وهم اللي بيقولوا انه الحكم صدر منا على هذا الشخص ويكون الحكم بعد الفحص. فعين بعين وسن بسن ويد بيد ليس حق افراد تصنعه في المجتمع. وإلا صار المجتمع غابة لكنه ده قانون موضوع للجهة القضائية تحكم بيه في العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان عشان كده نيجي رب يسوع بقى يقول لنا ايه؟ يقول لا مش بس انه القديم قال آه عين بعين وسن بسن ويد بيد لا أنا بقى عايز أتكلم عن حاجة تانية انا عايز اتكلم عن موضوع اخر مهم جدا وده اللي بيتكلم عنه الرب يسوع الرب يسوع بقى نقل الانسان الى موض... الى شيء اخر نقلنا الى ايه قال لنا بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا من لطمك ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ومن سألك فاعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده كويس وهنا رب يسوع بيتكلم عن الحق الشخصي إنه إنه إنسان عنده حق شخصي تجاه شخص أساء إليه بطريقة ما كويس وعشان كده بيقول إنه الإطار اللي بيتكلم عنه الرب يسوع هنا هو إطار العلاقات الشخصية هو اطار مهم جدا ان احنا نفهم الجزء ده ليه؟ لأن الرب بيتكلم هنا بقى عن العلاقه الشخصيه بيني وبين اقربائي الناس اللي عايش معاهم في المجتمع الناس جيراني لا ينبغي ان نطبق الايات دي بوجه عام يعني يعني ما جيش مثلا النهارده انا كرئيس بلد واقول انه بصوا احنا بلد مسيحيه وانه احنا ما ينفعش نرد الاساءه باساءه ونترك الدنيا كده. لا المسيحي يدافع عن وطنه، المسيحي يدافع عن بيته، المسيحي يدافع عن آ آ آ يعني آ اسرته، آ يدافع عن كنيسته، المسيحي انسان يدافع لانه انسان امين نحو الأمانة اللي ربنا اوكله عليها. لكن النقطه الاساسيه اللي بيتكلم عنها الرب انه لا تقاوموا الشر. لا تقاوموا ولا تنتقموا لانفسكم يعني يعني انت عندك مقدره على انك تقاوم الشر انت انسان قوي لكنك لن ترد الاساءه باساءه ولن تنتقم لنفسك من من اساء اليك لكن الرب بيقول لا تنتقموا لانفسكم لان لي النقمه انا اجازي يقول الرب في ثلاث مبادئ مهمين قوي وزي ما طبعا الاخ المتصل كلمنا انه من لطمك على خدك واتكلم عن الجزء ده لكن ثلاث مبادئ اول مبدا بنجده انه لا تنتقم ثاني مبدا بنجده اعمل اكثر مما يطلب منك يعني اذا طلب منك شيء اذا طلب منك انك ميل تمشي ميل امشي ميلين اذا طلب انه يأخذ منك ثوبك اديله الرداء ايضا كويس اطلب او اعمل اكثر مما يطلب منك الحاجه الثالثه كن عطوف وكريم في علاقتك مع الناس ناخد مبدا مبدا نبدا الاولاني لا تنتقم نجد في العباره من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا وزي ما قال لنا الاخ من الاردن انه هنا في عشان تلطم واحد على خده الايمن لابد انك تستخدم يعني كف ايدك سوري ظهر ايدك عشان تضربوا بيها وده نوع من الاهانه. الرب هنا بيتكلم عن انه بما وانت تستطيع ان ترد لكنك لا تنتقم. لا تنتقم، ايهما اقوى؟ من يرد الاساءه باساءه ام من يتحكم ويسيطر على نفسه وعلى الانتقام في حياته؟ ده ليس معناه انه احنا ملطشه كل واحد يلطشنا في اي حته، لا، رب يسوع مره وهو ايضا لطم فقال قال لماذا تلطمني؟ اذا كنت قد جاوبته حسنا فلماذا تلطمني؟ ايه السبب؟ يعني مش احنا كمؤمنين بناخد المبدا ده ونمشي بيه في الشارع ويعني نبقى ملطشه، لكنه وانت تستطيع ان ترد الشر بشر. لكنك لا تنتقم لنفسك لا تنتقم لنفسك اوعى تفكر في يوم ان انت تنتقم ده المبدا الاولاني بيقوله الرب المبدا الثاني اللي بيقوله لنا الرب مهم جدا اللي هو اعمل اكثر مما يطلب منك وده ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء يعني في في العهد القديم انه لو الواحد مديون وما عندوش فلوس يسدد بيها دينه ممكن يحكم عليه انه ياخذ يعني يدفع الرداء او يعطي الرداء الثوب الداخلي بتاعه للشخص المديون ليه، لكنه ما ينفعش يديله الرداء لانه الرداء ده هو غطاءه بالليل من البرد وايضا بيحميه في النهار من الشمس، لكنه هنا بيقول مش بس اديله الثوب لكن كمان اعطيه الرداء، كن انت الجزء الاولاني انت مجبر عليه، الجزء الثاني انت بتعمله من ارادتك، ومن سخرك ميلا، يعني زي سمعان القيرواني لما سخر لكي ما يحمل صليب المسيح كان زمان الملوك والناس والسلطه الرومانيه لو عايزين ينقلوا معدات لو عايزين ينقلوا بضائع لو عايزين ينقلوا اشياء بياخدوا الناس اللي من الشارع تعالى فلان تعالى تعالى تعال انت تعالى انت ويجمعوا الناس يقول لهم كل واحد فيكم يشيل الحمل ده لمده ميل فهو لهم ان كنت بتسخر لمده ميل غصب عنك اذهب انت بارادتك كن انت سيد الموقف واذهب بارادتك الى الميل الثاني وكمان يقول كن المبدا الثالث كن عطوف وكريم، من سالك فاعطه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترده. الجزء الجميل هنا اللي بيقوله لنا الرب لا تنتقموا لانفسكم لا تنتقموا لا تنتقم ولا تحقد بل تحب قريبك كنفسك. يا على تعليم المسيح وعلى سمو تعليم الكتاب المقدس. إنه بيعلمنا إن احنا لا ننتقم بل أن نحب. إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. إن جاء عدوك ما تذبحوش وما ما تذلهوش لكن إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. لا تقل كما فعل بي هكذا افعل، الناس كتيرة النهاردة بيعيشوا بالمبدأ الأولاني زي ما هو عمل بي أنا لازم أعمل بيه لكن أوعى تعيش بالمبدأ ده، الرب بيقول لنا لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به أرد على الإنسان مثل عمله لا أحبائي بل من لطمك فحول له الآخر أيضا الجزء الأخير بقى في الجزء في في الرب يسوع هو محبة الأعداء سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم عندنا فيديو صغير حابب أن احنا نشوفه وبعدين نكمل الجزء ده مع بعض بطلب من الشعب المصري كله يصلي للي عمله كده ليل ونهار الناس دول محتاجين ان احنا نتكاتف مع بعض ونصلي لهم ليل ونهار ونطلب من ربنا في الاول وفي الاخر يسامحهم وينور عينيهم للحقيقه هم مضللين وينور قلبهم قلبهم زي اللي عليه غشاوه الحقيقه انا شايفك نموذج لقمه التسامح مع من لا يفهمون في التسامح مع من اظلمت قلوبهم تماما بس انت بتبحثي لهم عن انه بتقولي ربنا ينور قلوبهم وانت في قمه التسامح وقمه التصالح مع النفس يعني الحقيقه انت نموذج نموذج رائع نقدمه للمجتمع المصري لانه دائما يعني اللي اللي يموت اولادهم بيبقى عندهم الذي يشفي الغليل هو كيف يقتص من القتلة كيف يقتلهم بايده حتى لكن انت عندك قمه التسامح أنا مش عايزاهم يموتوا، يعلم ربنا أنا بدعي لهم إنهم ما يجيلهمش الموت قبل ما يتوبوا، نفسي يتوبوا قبل ما يوصلوا لإيد ربنا. طبعًا كلنا عارفين القصة دي، عارفين إنه أم مريم اللي فقدت بنتها لما دخلوا الإرهابيين وفتحوا النار على الشباب اللي خارجين من الكنيسة فكانت بنتها واحدة من هؤلاء. وماتت في هذا الحدث أو هذا الحادث لكنها شوفوا الكلام اللي بتقولوا إنه أنا مش عايزاهم يموتوا أنا عايزاهم يعرفوا الحقيقة أنا بصلي لهم وده اللي قال رب أحب أعدائكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم في مقارنة بسيطة ما بين ما بين أبناء الله وأبناء إبليس أبناء إبليس معروفين كويس إيه بقى أبناء إبليس رب يسوع اتكلم في يوحنا 8 عن أبناء إبليس وعن الصفات اللي بتجعلهم مشابهين لأبيهم الذي هو إبليس قال إيه قال أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ايه بقى السمات بتاعت الاب دون اللي خدوها الناس وصاروا ابناء لابليس يقول ذاك كان قتالا منذ البدء ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لان ليس فيه حق متى تكلم يتكلم بالكذب فانما يتكلم بمما له لأنه كذاب وأبو كل كذاب، يبقى هو قتال للناس كويس؟ وهو ليس فيه الحق وفي نفس الوقت إيه؟ كذاب وأبو كل كذاب. ده ده إبليس وأبناء إبليس بالشكل ده كل من يقتل كل من يقول كذباً ها ويدعي أن عنده الحق لكن ليس عنده الحق، يسوع المسيح وحده هو الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة هو وحده الحق هو وحده الحق وأيضا يقول هنا لأنه كذاب وأبو كل إيه كذاب أما أبناء الله بقى وده الأشياء الشيء الجميل جدا اللي قاله رب يسوع عايزكم تكونوا أبناء الله ويعرف العالم أنكم أبناء الله لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات بيعمل بيه ايه الاب اللي في السماوات ده بيعمل ايه فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا وده احبائي اللي احنا بنشوف النهارده في مجتمعنا هناك ابليس وابناء ابليس قتل ذبح سبي استعباد ظلم تهجير ناس من بيوتها عدم قبول الاخر واحترام الاخر بنجدهم ايضا في الحكم على اطفال ابرياء بتهمه ازدراء اديان ظلم ده 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 ابليس وابناء ابليس يفعلون كل هذه الاشياء اما ابناء الملكوت فهم كابيهم الذي يشرق شمسه على الاشرار وعلى الصالحين الذي يمطر على الابرار وعلى الظالمين اللي مش بيحبوا اللي بيحبوهم بس ولا يسلموا على اللي يسلموا عليهم لكنهم يفعلون أكثر من ذلك أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم لكي تكونوا هنا الرب يسوع قال إيه لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم وإن سلمتم على إخوتكم فأي فضل تصنعون يعني عكس يعني لو قلت المسيحي كل سنة أنت طيب أنت لا يحق لك أنك تفعل هذا رب يسوع عكس ده بالظبط لو أنت سلمت على المسيحي أخوك بس أنت عملت إيه يعني أنت, انت زي أي شخص عادي أنت لابد أن أنت تكون كأبيك الذي في السماء وبعدين قال لنا عبارة فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل هاجي احبائي واختم بالسؤال ده كيف يمكن ان نكون هكذا ازاي انا النهارده بتفرج على التلفزيون ونفسي ابقى اللي بيقوله رب يسوع دون اعيشه في حياتي اول حاجه لابد انك تقبل يسوع المسيح مخلص شخصي نعم تقبل المسيح تقول له رب تعالى الى حياتي وغير قلبي وديني اني اكون ابن ليك حاجه الثانية ان كنت مسيحي وقبلت المسيح فلابد ان تسلك بالروح اعزائى المشاهدين الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم